اهلا بيكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بيك دكتور ايمن. اهلا بيك. منور الدنيا. اهلا بيكم في الناس الحلوه. هنفهم بجد كتير قوي من القيمه العلميه والجراحيه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد عبد الشافي. الأستاذ الدكتور محمد عبد الشافي أستاذ جراحات المسالك البولية والضعف الجنسي بكلية الطب، الحاصل على زمالة أمراض الذكورة من جامعة ساو باولو، عضو الجمعية الأمريكية لأمراض الذكورة. أكيد مشكلة الضعف الزوجي أو الضعف الجنسي مشكلة تؤرق الكثيرين، وناس كتير بتحلها غلط، وناس كتير بتروح في طرق غلط. هنفهم النهارده الطرق الصح. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيف العزيز القيمه العلميه المتميزه والاسم الكبير استاذ دكتور محمد عبد الشافي. اهلا بيك يا دكتور محمد، منورنا. اهلا دكتور ايمن. اهلا بيك يا دكتور، منور الدنيا. ويمكن ابتدي في الاول سؤالي بنقطتين. النقطه الاولى، ليه الناس لسه ولا زالت بتخجل ان هي تروح لدكتور ذكور عشان تعالج مشكلتها؟ وفي نفس الوقت ليه برضو الناس بتروح لدكتور امراض جلديه وهي عندها مشاكل بعيده تماما عن الجلديه؟ سؤال حقيقي أستاذة ياسمين، سؤال جميل جدا، وهو ده فعلا الواقع بتاعنا. احنا مجتمع بيخجل انه يتكلم في اي مشكلة خاصة بالجنس. كنا في موروثاتنا الطفل اللي لسه في ابتدائي لما بنيجي نعلمه how to enumerate by English يقول لك 1 2 3 4 5 استغفر الله العظيم 6 7 9 8. طبعا احنا بنخجل حتى كلمة 6 او كلمة جنس بالنسبة لنا اصبحت مجرد حاجة في الدرة، يعني ما ينفعش ان انا حد يعرف عني ان انا عندي مشكله في الجنس. وللاسف المشكله ديك انا بشكركم بصراحه في هذا البرنامج ده رياكتيف ميديا وذ كوميونيتي، الهدف منها ان احنا نخلي الناس تبقى تعرف يعني ايه ثقافه جنسيه. نجاح هذا البرنامج في هذه الجزئيه بالذات هو احد الوسائل اللي هتخلي الناس تفهم بعد كده ان الجنس ده حاجه مش عيب، ان الجنس ده حاجه لا ما ينفعش ان انا اخجل منها، او ان انا اروح لدكتور، او ان انا اسال، او ان انا اتضايق كاني بعمل حاجه غلط. الجنس ده بالنسبه لنا يمثل جزء من حياتنا. دلوقتي مش دلوقتي يعني من قريب في كل كليات الطب بره بيدرس سكسولوجي، ات از وان اوف ذا ماتيريالز ان ميديسن. احنا بدانا ندخلها في كلياتنا في مصر، لكن لم تنتشر بالشكل الكافي. ونامل ان شاء الله ان الموضوع عن طريق الميديا اللي فيها رياكشن وذ كوميونتي ان احنا نوصل لهذا الموضوع ويبقى ما بقاش في مشكله. التفاعليه يعني ان احنا نكلم بعض ما نكلمش نفسينا. تمام. النقطه الثانيه اللي قالتها استاذه ياسمين، موضوع ان المريض بيروح لدكتور جلديه وعنده مشكله بعيده عن موضوع خاصه بالضعف الجنسي، لان احنا ما زلنا في مجتمعاتنا العربيه في كل كليات الطب في الدول العربيه بما فيهم مصر ما زال امراض الذكوره تخصص مظلوم. الكليه الوحيده في الشرق الاوسط كله اللي عملت تخصص امراض ذكوره هي كليه الطب القصر العيني. عملت قسم خاص لامراض الذكوره. امراض ذكوره قسم خاص بالظبط. اما باقي كليات الطب في مصر والعالم العربي فهذا التخصص اما انه بيشتغلوا طبيب المسالك البوليه او بيشتغلوا طبيب الجلديه، على اعتبار ان ده في اخر كلمته المسالك البوليه والتناسليه، والتاني برضه يقول لي انا جلديه والتناسليه، واصبح المريض حائر بين الاثنين. لان بتاع المسالك من ثلاثه والشيطان الثالث بتاعه لا الثلاثه هو الذكوره تمام والجلديه والذكوره والمسالك والذكوره. ما هو يا فندم يا ريت اطباء امراض الذكوره اللي درسوا فعلا تخصص امراض الذكوره يكفوا انهم يعالجوا منطقه مثلا في وسط القاهره، لان عددهم قليل جدا يعدوا على الاصابع مش كتار، ما يقدروش يكفوا الشرق الاوسط باكمله، وبالتالي المريض حائر فبيروح لبتاع المسالك اللي هو اغلب شغله خاصه بحاجات متعدده خاصه بالمسالك البوليه، وامراض الذكوره دي حاجه ثانويه بالنسبه له ما تفرقش معاه قوي وما بيهتمش بيها ولا بمريضها. ومريض الجلديه اللي هو يعني ليس بجراح وبالتالي هو ليه حدود، هو يقدر يعالج بالادويه والى اخره، لكن لو وصلت لتدخل جراحي لا دي العمليه دي وحشه، دي بتعمل وتساوي، هو بيفتي في شيء لا يعلمه او لم يمارسه، وبالتالي المريض محتار اصدق ده ولا اصدق ده. ففعلا احنا بننادي عن طريق هذا البرنامج وما زلت بصر على هذا النداء وبطلبه في كل مقابله بعملها ان تكرس كليات الطب كل جهودها ان يكون في تخصص مؤامره ذكوره، لان احنا في حاجه ماسه لهذا التخصص، لان المجتمع تلت الرجاله
في العالم كله مش في مصر بس او في الدول العربيه عندها مشاكل خاصه بالذكوره. فهو اهم من التخصصات الاخرى ان لم يكن يعني على الاقل ياخد مكانه زيه زي اي تخصص. مش هنقول انه كرسه كليه زي كليه طب اسنان. على الاقل قسم. على الاقل قسم. ده منطقي. صحيح. حتى برضه لانه الذكوره او مشاكلها very specific ليها special character ليها حاله وتوصيف خاص وبيحيطها الخجل عند توصيفها. فبرضه حتى الكيس اللي سجلنا معاها كان لابد ان يكون لها هذه الدرجه من الخصوصيه بناء على طلبها، رغم ان انا مش مع كده لكن انا اجبرت على كده وما زال قدامنا فتره طويله جدا قبل ما نقنع حد يتكلم بطلاقه وبوضوح وبدون خجل عن مشكله تخص هذه المنطقه المحاطه بالشائعات والمحاطه بالغموض نتيجه خجل كثير رغم انه لا حياء في العلم ولا حياء في الدين. خلينا نشوف مع بعض حالتنا النهارده عشان ندخل في صلب القصه وفي صلب الحلول مع استاذنا الاستاذ دكتور محمد عبد الشافي. تعالوا نشوف مع بعض. انا اتجوزت من 6 شهور، من وقت الجواز لحد دلوقتي ما حصلش نصاب. قبل الجواز بحوالي سنه كنت طبيعي جدا، كنت بمارس العاده السريه كتير وبعنف، لكن بالتدريج ده بدا ياثر عليا ضعف. ورحت للدكتور قال لي مشكلتك هتتحل بعد الجواز فما تقلقش. اتجوزت، بعد الجواز بفترة ما حصلش أي نتيجة، الموضوع كان عادي. فما خبيش عليك خدت مشطات جنسية كتير فما حصلش معايا أي نتيجة. مراتي هي ست فهماني، ما قصرتش معايا في أي حاجة، حاولت إن هي تساعدني كتير لكن برضه ما كانش بيحصل أي نتيجة معايا. ما يأستش بس للأسف بقيت اتأخر برا البيت، ارجع واحدة اتنين تلاتة عشان تكون هي نومت. بدأ يحصل توتر في العلاقة، قلت هروح لدكاترة تاني، فروحت الاتنين دكاترة كبار، كتبولي على أدوية، كتبولي على نشاطات جنسية تاني. أنا خايف جدا، مش عايز أسيب مراتي، حتى هي استحملت كتير. بدأت الموضوع بدأ يدخل معايا ان اشرب مخدرات، يمكن ده يطلعني من المشكلة اللي انا كنت فيها معاها. انا بحبها جدا، انا مش عارف اعمل معاها ايه، انا نفسي ارجع طبيعي زي الاول. ده التوصيف او الطريق الذي يسلكه او الذي يمشي فيه العديد من الشباب. المسألة اصبحت زائدة وتصل الى مرحلة الظاهرة. ايه رأيك في الطريق ده؟ سلسلته تأخر، انفعال نفسي، اكتئاب، منشطات، كشوفات واضح انها غير بروفيشنال قوي، مخدرات في الطريق، وفي النهاية اكتئاب وخوف من المستقبل وتحوصل وانعزال. البداية تكمن في المقدمة اللي الأستاذة ياسمين قالتها، وإن إحنا مجتمع فعلا ما زال بيخجل من ذكر كلمة الجنس أو مشاكل خاصة بموضوع الضعف الجنسي. ويحضرني في هذا الموضوع الفيلم بتاع عادل إمام، الفنان عادل إمام، النوم في العسل. لابد إن المريض يصرخ بأعلى صوته ويقول آه، لأن أنا مش معقولة همشي ورا كل بيت وأدور فيه على مريض عنده ضعف جنسي. إن لم يصرخ المريض فلن نشعر به. وبالتالي هي دي صلب المشكله. المريض اللي حضراتكم شايفونه في الـ في الـ في, الـ في البرنامج ده خجلان انه حتى يظهر نفسه او يتكلم عن الموضوع، وبيضطر ان هو يلجا لاي كلام يتقال له من صاحبه، اي كلام يسمعه في ميديا، اي كلام يشوفه. هو خايف يروح لدكتور، هو يخجل ان يكشف مشكلته. وده اللي انا باصر برضه وبنادي بيه تاني، لابد ان احنا الموضوع الضعف الجنسي لابد ان نذهب للمختص من البدايه، حتى لا نظلم انفسنا ولا نظلم المجتمع باكمله، لان ده لا ينعكس على الشخص لوحده، ده ينعكس على زوجته وعلى اسرته اللي هي جزء من مجتمع كامل. وبالتالي مشكله الضعف الجنسي دي انا بعتبرها مشكله امن قومي تهدد المجتمع باكمله. ولا بد ان برامج زي برنامج الناس الحلوه دوت ده من اهم البرامج اللي بتشيع فكره ان ننشر ثقافه الحوار والا نخجل من ذكر حاجه خاصه بمرض.
فرق ايه ضعف الجنس عن السكر ولا عن الضغط ولا عن القلب ولا ولا ولا. هو مرض زيه اي مرض وله علاج، واصبحنا النهارده بكل ثقه بنقول ان احنا نجحنا ان احنا نعالج مريض الضعف الجنسي بنسبه نجاح 100%. وبنقول برضه لن يوجد على ظهر الكره الارضيه بعد اليوم انسان عنده ضعف جنسي الا اتنين، يا اما ان هو مش عايز يتعالج او ان هو ما معهوش فلوس يتعالج، لان بعض الطرق العلاجيه مكلفه شويه. لكن احنا برضه ما زلنا بنصر ان المريض لابد ان يذهب للطبيب، لابد ان هو ما يلجاش لاي حد يقول له روح خد الوصفه دي او الصيدلي خد البرشامه دي الخ الخ، هو ما يعرفش ايه المشكله. لابد من التشخيص اولا حتى نصل الى العلاج الناجح. طيب دكتور محمد، عايزين نعرف ايه هي بقى الطرق العلاجيه؟ هنذهب الى قلب الحلول. يعني احنا النهارده معروف ان السكر والضغط والامراض بتؤثر بشكل او باخر على القدره الجنسيه، بس خلينا نقول انه الناس ملت كتير من حوار الاسباب، احنا عايزين نروح للحلول والاسباب معلومه للجميع. اوكي. طبعا احنا عشان نحل او نعالج علاج جذري لابد من معرفه السبب الحقيقي، وببساطه شديده دون دخول في تفاصيل، احنا عندنا نوع من الاشعه التلفزيونيه او الموجات فوق الصوتيه بنسميها الاشعه بالدوبلر على العضو الذكري نفسه، بتكشف لنا بالظبط خريطه عمليه الانتصاب. لان الانتصاب ببساطه شديده هو عباره عن دم محبوس بالعربي. فاذا كان في خلل في هذه الاليه، كان يكون ضعف في ضخ الدم او النسيج الكافي ليس به لا يتمدد بشكل كافي او في تسريب في الاورده، كل الكلام ده كله بيبان بشكل واضح في اشعه الدوبلر. اشعه الدوبلر مع تحليل دم بسيط لنسبه هرمون الذكوره والهرمون اللبني وبعض الاشياء الحيويه في الجسم زي وظائف الكلى والكبد الى اخره، تقدر تكشف لنا ببساطه فين المشكله وما هو الطريق العلاج الامثل. وبتتدرج طرق العلاج من العلاج بالعلاج، ممكن علاج نفسي، ممكن مريض ما يبقاش عنده اي مشكله خالص غير ان هو خايف او حد قايل له معلومه خاطئه فهايب الموضوع، قاعده او جلسه مع طبيب نفسي تحل مشكلته تماما. او يبدا العلاج بالادويه، تغيير في سلوكياته مثلا، علاج السبب، واحد مريض عنده سكر مهمل، مجرد انه هيظبط سكره مشكلته بتنتهي. وتتدرج طرق العلاج حتى نصل الى الطريق الجراحي، وهو اخر الطرق وليس اولها، وهو الطريق وان كان اخر الطرق لكن هو الوسيله اللي خلتنا دلوقتي بنتكلم بكل ثقه ونقول ان احنا نجحنا بنسبه 100% في علاج الضعف الجنسي. واتمنى ان احنا نفرد لهذا الموضوع كتير من وقتنا بانه يستحق. الموضوع الجراحي اللي هو الدعامات. بالظبط كده. الدعامات انهت فكره القدره الجنسيه المنخفضه او الضعف الجنسي تماما. تماما. ايه بقى ايه بدات الدعامات، ايه التطور اللي وصلته دلوقتي؟ في البداية أول ما ظهرت الدعامات احنا نفخر كمصريين ان احنا نقول أول من زرع دعامة في العالم كان الطبيب المصري أستاذ في القصر العيني اسمه دكتور جمال البحيري، وكان أول من زرع دعامة، وكان كان في العضو الذكري، وده الكلام ده مذكور ومنشور في المجلات والدوريات العلمية. وبالتالي احنا سباقين في هذا المجال. لكن وقت ما ظهرت الدعامة، الكلام ده كان سنة 1960 تحديدا، وكانت الدعامة لسه كبداية ليس لها التطور الموجود حاليا. كانت دعامة برضو ما زالت صلبة، ما زلنا برضو كتير من المشاكل ظهرت لها خلتنا ما بدأناش ناخدها كوسيلة علاج، وسرعان ما اختفت الفكرة واندثرت لوقت من الزمن. حتى بدأ عندنا بريق من الأمل بظهور العلاج بالأدوية سنة 1998 تحديدا، بظهور أدوية زي الفياجرا والسيالس والمشابه. بدأنا نرجع تاني بالذاكرة نقول الله احنا عندنا كان وسيلة قديمة، وبدأت الشركات تطور في إنتاجها حتى تخلصت من كل العيوب التي كانت تؤدي إلى فشل الدعامة كوسيلة علاج. النهاردة بقت الدعامة اللي كانت شبه الصلبة واستعنا عنها بدعامة اللي هيدروليك اللي هي بتتنفخ ببالون معين، حلت محلها لفترة من الزمن. تخليني بس ده النوع اللي في الصورة ده اسمه الدعامة شبه الصلبة. ده أول دعامة ظهرت، وكانت طبعا صلبة لدرجة إن كان مريض اجتماعيا كان بيخاف يمشي في المجتمع، لأن مش معقول هيمشي كده منتصب على طول الوقت، وكان طريق تانيها فيه صعوبة، فكنا بنعزف عنها إلى النوع الآخر اللي هيظهر في الصورة دلوقتي، اللي هو بيحقق لي حاجة أشبه أو أقرب ما يكون إلى الطبيعة، أنا بفضيها وقت ما أكون مش عايزها وبنفخها وقت ما أكون محتاجها إلى آخره. لكن لما ظهرت لها الكثير من المشاكل هذا النوع الثاني، بدأنا نرجع تاني ونطور في الدعامة الأولى حتى أصبحت هي رقم واحد في الاستخدام دلوقتي، لانها بتدوم مدى الحياه اللي هي دعامه شبه الصلبه، لانها
بتحل المشكله جذريا واصبح حته انها تتني وتتفرد ده شيء عادي بدون اي مشكله. ده بدايه ظهور الدعامات وتطورها. الصوره اللي قدامنا بتبين لي كتير من الناس لما يسمع ان انا هركب دعامه شبه صلبه يعني العضو يبقى منتصب طول العمر يخاف يقول الله ازاي وهمشي ازاي. لو بصينا في الرسمه اللي قدامنا هنلاقي الرسمه اللي على ايدي اليمين بتبين الدعامه اللي هي باللون اللبني والعضو منتصب. طبعا كلنا هنتخيل ان انا همشي كده في الشارع وفي شغلي الى اخره وده حاجه غير ادميه وهتعزلني عن المجتمع. لكن لو بصينا على الصوره الثانيه اللي على ايدينا الشمال هنلاقي ان العضو الذكري يبان للشايف قدامه ان ده مرتخي، لكن الحقيقه لا ده عضو منتصب مش مرتخي. لكن الفرق الوحيد هو ان انا تنيت هذه الدعامه بايديا واصبحت اقدر اداريها واخفيها وقت ما اكون مش محتاجها. عايز اظهرها برجع الصوره ناحيه اليمين برضه بريال. فاحنا دلوقتي حته الحرج الاجتماعي خلاص ما بقاش موجود مع الدعامه شبه الصلبه كعلاج لموضوع الضعف الجنسي. عظيم جدا. نسبه الامان، ناس كتير بتهتم بنسبه الامان في موضوع زراعه الدعامات، لان في ناس عندها تخيل انه زراعه الدعامات معناها انه ممكن اساسا يدمر النسيج الكهفي في العضو الذكري، ينتهي تماما هذا النسيج بتركيب الدعامه فيه. الكلام ده فعلا كان واقع ملموس وما زال في فيديوهات اللي موجوده على اليوتيوب. يعني انا يجي لي مريض، جاي مريض يقول لي انا بقالي 15 سنه عايز اركب دعامه، كل ما اشوف الفيديوهات اللي على اليوتيوب اخاف لان فيديوهات مرعبه بتبين الطريقه القديمه لزراعه الدعامه. النهارده بنزرع الدعامه بطريقه حديثه تخليني ما بدمرش النسيج الكافي، انا بحافظ عليه لان انا مجرد بفتح الغلاف الخارجي او الكبسول الخارجي للنسيج الكافي وببدا ازرع دعامتي خارج وليس داخل النسيج الكافي، بين النسيج والغلاف الخارجي له. وبالتالي انا دلوقتي اصبحت بحافظ للمريض على النسيج الكافي الموجود عنده دون اي مشكله. حصلت مشكلة في الدعامة أقدر أشيلها ببساطة. يعني بالعربي أمان الدعامة دلوقتي أصبح نسبته قد تصل إلى 100% كأمان. لكن إحنا ما نقدرش نعلنها صراحة ونقول لا ده أمانها 100% نبقى كدابين طبعا، لأن لا توجد عملية في الطب بدون أي مضاعفات. أبسط حاجة لو حصل التهاب في الجرح ده بيتحسب علينا مضاعفات، لكن مضاعفات تافهة وبسيطة ويمكن التغلب عليها. غرزة من الغرز فك بتتحسب علينا مضاعفات برضه مضاعفات تافهة وبسيطة. يعني نقدر نقول ببساطة هي دعامة تمثل أمان قد يصل إلى 100% ولها القليل من المضاعفات التي يمكن التغلب عليها ببساطة وبسهولة ولا يحتاج ان المريض يخاف ويقول لا ده ممكن يحصل وممكن يحصل زي زمان وزي ما بيشوف في افلام او في الفيديو او اليوتيوب الاشكال المرعبه والدم والنزيف والى اخره. الكلام ده اختفى تماما واصبحت بعمل بساطه جديده كاني بفتح فتحه في الجلد، كان واحد ماشي اتخدش الجلد عنده فقط لا غير، فتحه في الجلد وفتحه في الغلاف الخارجي، بزرع الدعامه وخلاص الموضوع بينتهي دون اي مضاعفات خطيره او تمثل للمريض اي مشكله. طيب دكتور محمد، هل الدعامه بتصلح للناس اللي عندهم امراض مختلفه زي الضغط السكر او اي مرض غيره؟ ممتاز. وكمان النزيف، الناس اللي عندها لايبيليتي للبليدنج ممتاز، واللي عندهم امراض مناعيه. معلش انا حطيت لك بقى ايه كلام جميل جدا، شله كبيره، كلام جميل جدا. يمكن الاجابه على هذا السؤال اجمالا ان الدعامه تصلح لجميع الرجال بلا استثناء مهما كان مصاحبهم من امراض غير الضعف الجنسي. يعني اذا كان المريض مريض قلب ومركب دعامات في القلب تصلح للدعامه، مريض سكر، مريض ضغط، مريض فشل كلوي، مريض فشل، مريض عنده شلل نصفي ودي حالات كانت بارابليجيا، شلل نصفي يعني النص التحتاني ما بيحركوش تماما، برضه حادثه ديسك قطع اي كان السبب. في كتير من المرضى كان لما يعني يروح لاحد الاطباء ويقول له لا خلاص انت الموضوع ده يعني انساه زي ما اي حاجه نسيتها تاني، لكن لا، لما يعرفوا ان في امل ناس كتير جت على هذا الموضوع والنهارده متجوزين ومخلفين ومبسوطين، ليه احرمه من هذا الامل طالما أنا. يبقى اذا اجمالا الدعامه تصلح لاي مريض مهما كان يصاحبه من الضعف الجنسي من امراض اخرى ايا كانت نوعها. لكن انا لسه هكمل لحضرتك دكتور ايمن. حضرتك سالت سؤال بالنسبه لموضوع النزيف، لكن اذا كان المريض مثلا مريض قلب وماشي على ادويه مسيلات للدم
وده طبعا دكاتره القلب بتبقى لمده 6 شهور الى سنه بعد العمليه. احنا كل بنطلبه منه لو بعد اذنك استاذن طبيب القلب المعالج لك، هل ممكن نوقف البلافكس او الدواء اللي انت بتاخده بتاع السيوله دوت 5 الى 6 ايام قبل العمليه ولا لا؟ ان وافق بنعملها له، لم يوافق بنستنى لما قد المده اللي هياخد فيها البلافكس 6 شهور الى سنه وبعدين نعمل له عمليه برضه. يعني هي ما ليست مانع، لكن بتخلينا نحط بعض الاحتياطات حتى نصل الى الامان 100%. طيب عندي سؤال هنا من جمهورنا العزيز، اعتقد انه هيكون ناقل كمان لفكر الشباب يعني ومتابعه الشباب لمجتمعهم، لان مجتمع الشباب اصبح للاسف الان في انعزاليه في بعض السيكتورز لازم ندخلها ولازم نتعمق فيها ونفك هذه الانعزاليه وندرس هم بيفكروا ازاي وايه اللي شايع بينهم. فنشوف معانا محمد. مساء الخير يا دكتور. بعض اصحاب ليا متجوزين على طول بينزلوا يجيبوا من الصيدليه منشط جنسيه، ومثلا يشوفوا اعلان يتصل بيهم يكلمهم مثلا ياخد من الحاجات ديت من غير ما بيستشير طبيب ولا اي حاجه. فكنت عايز اعرف يعني ده ليه تاثير على الجسم في المدى البعيد؟ اشكرك على سؤالك اللي ده بيمثل واقع الشباب فعلا، وبس مش الشباب فقط، حتى اغلب طبقات المجتمع انه بيستسهل وبيتكسف يروح لدكتور، فبيروح لصيدلي صاحبه يقول له خد الحكايه ديك، او واحد زميله مثلا يقول له انا جايب لك الدواء الفلاني او كذا. ارجوكم تبطلوا هذه العاده السيئه، لان قد يكون المريض عنده مشكله. احنا دايما نقول ان العضو الذكري هو جزء من الجهاز الدوري، يعني زيه زي القلب والاوعيه الدمويه، وبالتالي قد يكون ضعف الجنس اللي عنده ده انذار مبكر لمرض في القلب. يبدا ياخد فياجرا وسيالس وما شابه، وفجاه جلطه في القلب يصل لمشكله كبيره، قد يكون انقاذه منها مجرد ان راح لدكتور يشخص له مشكله الضعف الجنسي في البدايه. فعلشان كده ندعي للشباب ان لا تخجلوا ان تذهبوا الى الطبيب، لان قد يكون انقاذكم من مشكله كبيره تودي بيها حياتكم على يد هذا الطبيب في موضوع تافه اسمه ضعف جنسي، ممكن يكون مؤشر على مرض قلب انت كنت في غنى انك انت تدخل فيه لو انت بس مجرد رحت للدكتور وعمل لك اشعه بالدوبلر وشاف لك شرايين الجسم الى اخره. طيب انا عايز اذهب لمنطقه سريعه كده، منطقه الاعمار، الدعامه تناسب الاعمار الكبيره ايضا يمكن زراعتها في الشباب؟ يعني عدد الحالات اللي بتشوفهم في الشباب برضه موجودين كتير؟ انا يؤسفني ان انا اقول ان موضوع الضعف الجنسي انتشر في الشباب بشكل مرعب. احنا لما كنا بنشوفها في السن الكبير كنا بنقول عادي تزن ايجنج بروسس، عمليه سن او عمر، ما كناش بنزعل. لكن لما نلاقيها في شباب بدايه من سن 18 سنه فما فوق، طبعا احنا بنزعل جدا. وطبعا ده نداي للشباب، ارجوكم العاده السريه مدمره، ارجوكم العاده السريه مدمره، ارجوكم العاده السريه مدمره. البنج كلي ام نصفي؟ الدعامه تجرى ببنج نصفي، ونسبه امانها ومده العمليه نص ساعه، ما فيش منها اي خطوره او مشاكل. بعدها الانسان يمارس حياته الجنسيه بطبيعيه جدا. بعد عمليه الدعامه المريض بيخرج من المستشفى ماشي على رجليه سايق عربيته بدون اي مشاكل، يندمج في المجتمع في نفس اليوم، يروح شغله في نفس اليوم، ويمارس حياته الجنسيه بعد 6 اسابيع من تاريخ اجراء الجراحه. دكتور محمد عبد الشافي بشكرك جدا لوجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا. دكتور ايمن مسلم بشكرك ياسمين، نورتنا دكتور محمد وسعدنا بهذا اللقاء. انا اللي بشكركم استاذ ايمن، دكتور ايمن والاستاذه ياسمين، ومش بس الشكر ان احنا بنتكلم في هذا الموضوع، الشكر ان انتم فعلا فكره البرنامج، برنامج الناس الحلوه، فكره ان انت تتفاعل مع المجتمع، فكره ان احنا ننشر ثقافه ان لا تخجل، ثقافه لا تخجل، لابد ان تصرخ، لابد ان نسمع الاهات بتاعتك علشان نقدر نقف جنبك. وبشكركم، انا اللي بشكركم جدا، واشكر كل الجمهور، والسلام عليكم. شكرا لحضرتك، خليكم دايما مع ناس الحلوه.